ما هي طريقة إزالة الزيت من الملابس؟ كثيرا ما تعاني ربات البيوت أثناء العمل في المطبخ إلى تلطخ ملابسهن ببقع الزيت المستعصية، كما قد يتعرض أحد أفراد الأسرة إلى نفس الحادث عند تناول الطعام أو المساعدة في تحضيره، إذ تعرف بقع الزيت بقوة التصاقها في الملابس وصعوبة إزالتها بالغسيل العادي. إلا أنه يتوفر لنا العديد من الطرق المحددة الخطوات التي تساعد في إزالة بقع الزيت دون أثر لها، وفيما يلي بعض منها. أولا، بودرة الأطفال. بمناديل ورقية خاصة بالمطبخ وبودرة الأطفال التي يمكن استبدالها بالنشاء أو الطحين في حال عدم توفر هذه البودرة، ملعقة معدنية وماء، صابون غسالة الصحون، ووعاء صغير. أولا، تثبت المناديل الورقية أسفل وأعلى بقعة الزيت وتترك قليلا حتى تتشرب أكبر جزء من بقعة الزيت. ترش بودرة الأطفال بكثافة على مكان بقعة الزيت وتترك لبضع دقائق حتى يمتص ما تبقى من زيت متغلغل بين أنسجة الملابس. باستخدام الملعقة المعدنية يتم قشط البودرة المتبقية على الملابس مع الحرص على إزالتها من حدودها الخارجية إلى الداخل، تجنبا لانتشار بودرة الأطفال في نسيج قطعة القماش. يخلط الماء والصابون في غسالة الصحون في الوعاء الصغير، ثم يفرد على مكان بقعة الزيت باستخدام طرف الإصبع مع إحداث حركات دائرية به حتى تتشربه أنسجة الملابس. يفرك مكان بقعة الزيت جيدا من جميع الاتجاهات لبضع دقائق حتى تختفي آثارها بالكامل. تنظف قطعة الملابس في الغسالة لوحدها. ثاني طريقة لإزالة بقع الزيت من الملابس هي سائل الاشتعال. يسكب القليل من سائل الإشعال على بقعة الزيت مع الحرص على عدم انتشاره على قطعة الملابس. يترك السائل على الملابس لمدة 20 دقيقة حتى يتمكن من اختراق الأنسجة وتفكيك بقعة الزيت. توضع كمية كافية من المياه في القدر على نار متوسطة حتى تغلي. تسكب المياه المغلية في الوعاء الكبير وتغطس قطعة الملابس بالكامل بداخل المياه المغلية. تغسل قطعة الملابس في الغسالة دون استخدام المجفف لتجفيفها، إذ يعمل على تثبيت البقع المتبقية على الملابس إن وجدت.